جبان مين يا عم؟ هي فرخة ميتة، دي جثة متعلقة، انت بتتكلم في ايه؟ ياه، وبعدين معاك يا فرغلي يا ابن حلال، اهدى، ادخل غرفتك وتعوذ من ابليس ونام، وان شاء الله راح تكون هذه الليلة من اجمل ليالي عمرك. وبكرة ان شاء الله راح اعرفك على واحد زقرت اسمه راجو، راح يعرفك على كل شوارع الديرة. طب والجثة حضرتك؟ يا فرغلي، الانتحار ثقافة دارجة بين كل الشغالات اللي في الخليج، عادي. ثقافة دارجة. طب والسواقين حضرتك في الثقافة الدارجة بيموتوا ازاي؟ على الخازوق؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وش تسوي ذيك يا درخ؟ يا ابن الحلال روح ارقد، انا تعبت، ابغى انام يا فرغلي، ابغى انام. طب ماشي ماشي، عشان خاطرك، عشان خاطرك انت بس، ولولا خاطرك ده انا مستحيل انام في مسرح الجريمة ده. أنا حمشي يا فندم. لا مش حمشي يا فندم. فرغلي، عيب عليك، عيب عليك، أهل مصر معروفين بالنخوة والشجاعة والإقدام، أنت مصري أصيل، شجاع يا فرغلي، أنت شجاع. لا بقى، كله لمصر، أنا عشان مصر مستعد ألم في عرافة. هذا اللي أنا أبغاه. برافو عليك يا فرغلي، تصبح على خير يا فرغلي. تصبح على خير يا باشا، تصبح على خير. ربي لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك لطفا. طيب نايم ليه في قطي وعيونك مفتحة غير ان انت عاوز تموتني ناقص عمر؟ منتظرك يا غبي، ولما شفتك اتأخرت قلت اخد غفوة كده. ليه؟ هو في حد نسي يشنق نفسه كمان؟ لا، عشان تيجي تسهر معانا فوق وتاكل احلى اكل. والله موضوع الاكل ده انا نسيته خالص، يا رب بس تكونوا عاملين حلة الخضة. اسمع، احنا النهاردة عاملين عشوة بعد ما الجماعة ينوموا، وهتسهر سهرة تنسيك كل البلاوي اللي شفتها اليوم. وربنا المعبود، ولا سهرة مع نانسي عجرم ممكن تنسيني المنظر اللي أنا شفته في الأوضة دي. مش تقول لي سهرة مع الأشكال دي يا شيخة نيل.